مقابلة شباب بلوزداد بطل الموسم 21-22 وعشلهم العيد. هذا يعني كاس كل المواسم حضورنا من أجل انطلاقة البطولة المختلفة لموبيليس على والشعار الجديد لبطولة المحترف الأول يوم 26 وغدو إن شاء الله 4 مقابلات كذلك يوم 27 وان شاء الله تكون البطوله يعني احسن من المواسم اللي ما اللي يعني جازت وهذه البطوله يعني ان شاء الله تتميز عن سابقاتها بوجود 16 فريق ورجوع الصحفيين الى الملاعب وكذلك المصورين الى الملعب حتى لسيتي الالكترونيك مرحب بهم وهذا خدمة لعائلة تاع الصحافة وكرة القدم وإن شاء الله البطولة هذه تكون يعني تبدأ وتكمل في روح رياضية كبيرة ويكون تكون برمجة يعني منظمة والاحترام الأندية للبرمجة اللي تكون إن شاء الله وهذا بداية بمثلا الجولة الثالثة يكون تقديم تاع مقابلتين شباب الوزداد وكذلك شباب القبائل قبل المقابلة تاع كأس إفريقيا. الأندية اللي تسجل يقول لك بأن المحل مثل الجزائر ولكن تأجيلات ربما أكثر نوعا ما على سير البطولة. أكيد شفنا يعني الموسم الماضي والموسم اللي قبله انهينا البطولة وقعدت يعني مقابلتين إن شاء الله هذا الموسم نتمنى الأندية تلعب الدور يعني تاعها وما يبقاوش يعني متخوفين من النتائج لان نحن في بدايه البطوله والانديه اللي يكونوا عندها مقابلات يعني في رجلها اكثر تكون عندها المنافسه احسن وخاصه في بدايه الموسم نظن نشوفوا الفرق كي تكون تدير في التحضير تاعها للموسم تلعب كل يومين كل 3 ايام مقابله سبتمبر والمقابله الاخرى يعني تاع كاس افريقيا تكون يوم 11 او 10 نظن هذا لا يعيق الانديه ونظرا للتعداد الكثير يعني تاع 27 لاعب في كل نادي و 25 لاعب في الرديف نظن هذا كافي من اجل باش يديروا فريق متوازن وان شاء الله نتمنى الفرق تاعنا تروح الى نهائي كاس افريقيا لما لا هذا هو الشيء اللي ينقص النوادي تاعنا في هذا الوقت بالذات. سيرنا الرابطه في ظروف صعبه وصعبه جدا 2018 2019 سيرنا الرابطه ب 34 جوله ب 38 جوله اليوم كاين 32 جوله نظن الخبره اللي يعني اكتسبناها في تسيير هذه المواسم اللي كانت مليئه بالمشاكل تخلينا نسيروا البطوله ان شاء الله باريحيه وهذا باعانه الجميع. نتمنى البطولات تعطينا يعني لاعبين متميزين خاصه نحن مقبلين على الشان فريق محلي وهذا يعني الشان يكونوا فيها لاعبين من البطوله تاعنا نتمنى هذ اللاعبين يكونوا متواجدين في الفريق الف لما لا خاصه اننا نشوفوا بلي اللاعبين اللي خرجوا خارج الوطن يعملوا البطوله تاعنا نتمنى باش البطوله تعاود ترجع كما كانت من قبل ويكونوا لاعبين متميزين هذا هو الهدف تاعنا في البطوله بطوله موبيليس 2022 2023.